الخير وحلقة جديدة من مؤشر نيل، بنتابع فيها أخبار المؤشرات وتحركات المؤشرات الرئيسية في البورصة وتحركات المستثمرين واتجاهاتهم والعوامل اللي بتأثر عليهم وعلى اتجاهاتهم الشرائية أو البيعية. النهاردة الحقيقة كان في هبوط ل 14 قطاع في جلسة الاثنين، وعلى رأسها التجارة بنسبة 1.9%. هنتكلم عن ده النهاردة. هنتكلم طبعا عن الاضطرابات الجيوسياسية اللي في العالم كله اللي مؤثرة على كل بورصات العالم، و ارتفاع الكبير لأسعار البنزين، عفوا لأسعار البترول، ولكن هي كان في هبوط إلى حد ما فيها. أتكلم أيضا عن أسعار الذهب وارتفاعها. وخلينا نروح في البداية للأرقام والتحليل على أداء البورصة. وزي ما قلنا، تراجع النهاردة بشكل جماعي لإغلاق يوم الاثنين، وتراجع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 ب 1.21%، وبلغ مستوى 11548.61 نقطة. كان في أيضا هبوط لمؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.84%، وبلغ مستوى 2155.93 نقطة. التراجعات شملت أيضا مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%، ووصل 3184.78 نقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم، كان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق ب 22.33%، في المرتبة الثانية قطاع البنوك ب 18.53%، أما قطاع العقارات ففي المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة ب 16.42%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليصل إلى 748.4 مليار جنيه بعد التداولات كلية بلغت 6.5 مليار جنيه. هنروح طبعا لتقرير من المقصورة نتعرف منه على تفاصيل أكتر، وبعده هنبدأ بالتحليل التحليل الفني وتحليل المؤشرات زي ما قلنا مع دكتور ماجد فتوح خبير اسواق المال اللي مشرفنا النهارده. دكتور ماجد، بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيك. خلينا اسمح لنا نتابع التقرير وبعدين نبدا التحليل. اتفضل. في ثاني جلسات الاسبوع كسى اللون الاحمر مؤشرات البورصه المصريه في دلاله على الاداء المتراجع لاغلب اسهمها لدى اغلاق التعاملات. البورصة تأثرت بتواصل عمليات البيع من المستثمرين المصريين، خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار. قابلت عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأجانب والعرب لم تفلح في تحويل دفة المؤشرات نحو الصعود. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 3.6 مليار جنيه، ليصل إلى 748.464 مليون جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 6.5 مليار جنيه. تضمنت أكثر من 5.5 مليار جنيه تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين، وقرابة 947 مليون جنيه تداولات في سوق الأسهم. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 تراجع بنسبة 1.21%، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 4.84%، وطالت موجة التراجعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 87%. وسيطرت الحركة النزولية على أغلبية الأسهم المتداولة، حيث هبط 104 أسهم من 186 سهما جرى التداول عليها، بينما صعد 21 سهما فقط واستقر 61 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. بنرحب حضراتكم مشاهدينا، بعد ما تابعنا التقرير هنبدا حالا بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا الكريم دكتور ماجد فتوح اللي مصرفنا في الاستوديو النهارده. دكتور ماجد، بنرحب حضرتك مره ثانيه. ويعني تراجع النهارده، ويعني ده بسبب موجات التصحيح ولا يعني بسبب جني ارباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار؟ ايه هو يعني لما نيجي نحلل السوق الفتره الاخرانيه هنلاقي ان السوق ماشي في قطاع عرضي، على المستوى المتوسط هو يعتبر صاعد، على المستوى الطويل الأجل يعتبر هابط، وعلى المستوى القصير الأجل يعتبر هابط. فإحنا دلوقتي السوق ده كوركشن على المستوى اللي إحنا فيه ده، لو كسر يعني هيبقى كوركشن، لو فضل
فوق ال تصحيحي لو فضل 11400 11300 ده يبقى اسمه كوركشن. انما لو كسر 11500 او 11300 يبقى احنا ما بنتكلمش في كوركشن، احنا بنتكلم ان احنا استمرار في الاتجاه الهبوطي للسوق. طبعا السوق طلع الفترة اللي فاتت بقى له ثلاث أيام مرة أربع تانية بس أيام الأسبوع اللي للتوضيح، فات. أنا لو اتفضل. اتكلمنا عن 11400 يبقى احنا بنتكلم في كورشن أو عملية تصحيح، لكن لو أكتر منه و11600 أو 700 ما بنتكلمش في عملية تصحيح، لكن بنتكلم في عملية اتجاه هبوطي. لو كسر ال لو 400 يعني كسر كسر ال 300 وال 400 يبقى احنا كده بقينا كونفيرمد هبوطي. انما احنا بمجرد ما نعمل في القطاع العرضي بتاعنا زي ما احنا 300 400 يطلع لغايه 700 800 يطلع لغايه 12000 لما يكون في باور شيرة زياده شويه، لما ينزل لغايه ال 300 400 ده كده احنا في قطاع عرضي لغايه دلوقتي ما فيش مشكله. ولكن هو الاداء بتاع الاسهم بتاعت اي جي اكس 30 ما فيهوش مشكله اصلا. يعني هو اوريدي الاسهم اي جي اكس 30 على يعني اجمالا النزول والهبوط بتاعها في حدود بسيطه جدا، وفي سبورت قوي جدا عندها عند مستويات اغلب الاسهم. يعني السي اي بي عنده سبورت قوي عند ال 48، عندنا مثلا سهم زي السويدي الكتريك عنده سبورت قوي عند ال 875 تقريبا، وهكذا بغض النظر عن بقيه الاسهم. ولكن اي جي اكس 30 في دعوم قويه جدا عند الاسهم دي. اعتقد ان هي الكوركشن ده مش هيطول، احنا هنقدر نعمل يعني بول باك ورد كويسه في اقرب وقت جدا بالقرب من مستويات الدعوم الخاصه باي جي اكس 30. اما اي جي اكس 70 وضعه مختلف تماما. اي جي اكس 70 عنده مشكله حقيقيه ان الثقه في المستثمرين الافراد في هذا المؤشر خلال الفترة اللي فاتت قلت شوية، خلت الناس بقت تشتري وتبيع على فترات قليلة قوي، حاجة زي هيت اند ران يعني، بيبيعوا وبيشتروا بشكل عنيف جدا عليه علشان خاطر ما بقوش عندهم ثقة ان هو هيعمل طلعة كبيرة خلال الفترة اللي جاية. طب ده بالنسبة للمستثمرين الافراد هنا وفي الاي جي اكس 70 بس، ولا بالنسبة لمستثمري البورصة بشكل عام؟ احنا بنتكلم عن مشكلة الثقة، يعني ثم الثقة ثم الثقة. طب هو الثقة بتيجي منين؟ أولا احنا تعالي نحلل الأول الفئات بتاعت المستثمرين في السوق. احنا عندنا المستثمرين الأجانب بيبيعوا بقالهم فترة طويلة، المستثمرين العرب كانوا في خلال الشهور الأخيرة من عام 2021 كانوا بيشتروا بقوة، أول 2022 ابتدوا يبيعوا بقوة. هنقول ليه برضو؟ العرب النهارده قد يكون عندهم استثمارات كتير جدا في البورصات بتاعتهم لانها عامله نجاحات كبيره خلال الفتره اللي فاتت زي السوق السعودي والسوق الاماراتي، فطبعا اكيد ممكن يسحبوا رؤوس اموال من السوق المصري بعد ما عملوا الطفره في الاسهم من اي جي اكس 70 خلال الفتره اللي فاتت، وابتدوا يرجعوا تاني الى الاسواق بتاعتهم. والاجانب ممكن يكون هم دول اللي يعملوا طفره في صعود الاسهم في السوق خلال الفتره اللي جايه، وخصوصا في اي جي اكس 30. الفئة الثالثة المؤسسات المصرية. المؤسسات المصرية احنا سمعنا كتير ان في دعم هيكون موجود من المؤسسات المصرية ومن البنوك المصرية في شراء في اسهم السوق المصري علشان خاطر نزل الى مستويات دنيا اقل من القيم العادلة بكتير. فنقدر النهاردة نقول ان لو ده حصل الفترة اللي جاية يبقى المؤسسات المصرية هتكون يعني لها اليد العليا في انها يصعد ب اي جي اكس 30. ولو ده حصل نقدر نقول ان الافراد ممكن تعود هذه الثقه مره اخرى في السوق لما بيلاقوا في اسهم بتطلع. اعتقد ان هيرجعوا تاني لاي جي اكس 70 وهيبتدي يطلع بعد النزول العنيف اللي نزله الفتره اللي فاتت من 3000 نقطه الى 2000 نقطه. في الطلعه دي اعتقد كل شويه بس الكوركشنز اللي هتبقى في المؤشر ده هتبقى يعني اللي بيقولوا عليها كده شراء الانخفاضات، وخصوصا في اي جي اكس 30 على فكره. يعني انا حتى كنت بدي توصيه لاغلب الناس اللي اعرفها ان هو اي السوق لما ينزل في اي جي اكس 30 على الخصوص نشتري الانخفاضات عند الدعوم بتاعتها، هنقدر نحقق ارباح على المدى القصير كويسه جدا. انما في اي جي اكس 70 لا، زي ما بيقولوا كده مؤشرك سهمك، ان انت لما تشتري سهم معين تكون تبقى شايفه تكنيكلي رايح فين والاتجاهات بتاعته عامله ازاي، وان انت تقدر تاخد المستويات بتاعتها. فالمستثمرين في مصر لما نيجي نحللهم هنحللهم بالطريقه دي. احنا عندنا عرب بايعين، الاجانب بايعين بيشتروا عند الدعوم فقط. المؤسسات المصريه ابتدت تشتري الفتره الاخرانيه بس ما قدرتش تشتري النهارده، كانت بتبيع برضه هي كمان. وكان اللي شارين السوق النهارده كانوا الافراد، واعتقد ان هم يعني قابلوا خسائر كبيره جدا جدا في النهارده، وخصوصا ان في اكثر من 104 سهم حققوا خسائر ونزول
في من اسهم السوق المصري النهارده؟ لسه بنتكلم عن احجام التداولات المنخفضه واحجام السيوله ايضا المنخفضه جدا. النهارده كنا بنتكلم عن يعني تداولات الاسهم النهارده كانت 947 مليون جنيه وبلغ التداول الكلي 6.2 مليار جنيه. احجام التداول لو حبينا ان احنا نقيمها من وجهه نظر حضرتك. عندنا احجام التداول فيها ثلاث محاور رئيسيه. اول حاجه اقتصاد الدوله، هل اتجاهات اقتصاد الدوله بيدعم السيوله ولا لا؟ ادي واحد. اثنين، هل هناك طروحات قائمه النهارده موجوده في السوق بتسحب جزء من السيوله ولما الاكتتابات دي تخلص السيوله ترجع للسوق الثاني؟ ثلاثه، ثقه المستثمرين في العوده للسوق بعد فتره طويله السوق نزل بمعدلات كبيره جدا. ناخدهم واحده واحده. اقتصاد الدوله النهارده طالما هناك تضخم وطالما هناك معدل فائده مرتفع وطالما عندنا سعر الصرف متثبت وطول ما عندنا ان الرو ماتيريال ومدخلات الانتاج اللي بتخش للمصانع وللشركات اللي هي مدرجه في البورصه، طول ما هي بتغلى طول ما هو بيحصل ارتفاع في اسعارها، طول ما تكلفه العماله بتزيد تكلفه الانتاج بتزيد، كل ما بيكون ده ضغوط غير مباشره على هذه الاسهم. يعني النهارده لو بنتكلم على القطاع الصناعي او قطاع الاغذيه او القطاع الصحي، كل الكلام ده تتاثر جدا بالديفالويشن وتاثر جدا بارتفاع مواد الانتاج والحاجات المستورده اللي بتيجي من بره. فده اول جزئيه بتاثر تاثير غير مباشر على الشركات، فالشركات دي اكيد نتائج اعمالها، مع ان على فكره نتائج اعمالها عملت ربحيه جيده عندها بروفيت مارجن برضه ولكن قل عن المتوقع، فبيؤدي احيانا الى انخفاض السوق. انت عارف حضرتك لما بيبقى عندنا سهم بنقول مثلا هيحقق ارباح مثلا مليون جنيه، يحقق نص مليون، خلاص هو السعر ريفلكتد المليون مش النص مليون، وبالتالي بينزل مع انه محقق ارباح. فده اول جزئيه، ان المدخلات الانتاج بتزيد من طاقه ومن ارتفاع الاسعار بتاعه المنتجات البتروليه عموما، وارتفاع حتى ارتفاع اسعار البترول لما بنتكلم عليها نفس الكلام. حتى ارتفاع الذهب ده مؤشر مهم جدا بما انه الملاذ الامن طبعا، هو بعد خصوصا بعد الاضطرابات الجي سي سي، يعني بعد ما كان انخفاض تاريخي يعني كبير جدا في 7 سنوات رجع ارتفع بشكل كبير جدا جنوني علشان اخبار الجي سي سي والاضطرابات في اوروبا واوكرانيا تمام. الجزء الثاني اللي احنا قلنا عليه الطروحات، احنا عندنا طرح اسمه ماكرو جروب النهارده موجود جوه السوق، اعتقد ده سحب جزء من السيوله، والنهارده هو متغطي 96 مره اللي هو الاكتتاب العام، والاكتتاب الخاص كان متغطي 1.7 مره، يعني حاجه بسيطه جدا، لان ده سحب جزء من السيوله. طب ولو طرح غزل المحله المرتقب ايضا هيسحب جزء من السيوله؟ شيء طبيعي. طبعا طبعا شيء طبيعي. هو ده ما عندناش مشكله، احنا عندنا الطروحات. احنا بس ليه كنا دايما بننادي بطروحات كبيره؟ طروحات بتيجي زي مثلا اي فاينانس، ليه؟ بيخش فيها مجموعه من خارج السوق زائد الناس اللي جوه السوق. طبعا برضو السوق بيريح شويه ما فيش مشكله، ولكن بيخش جزء كبير من خارج السوق. انما لما بتيجي اكتتابات صغيره او اكتتابات احجامها صغيره بالمقارنه بالاسهم اللي موجوده جوه السوق، فبيحصل طبعا يعني ما بيبقاش ولا الدعايه لهذه الاكتتابات كافيه. احنا تقريبا ما حدش يعرف حاجه عن ماكرو جروب دي غير الناس اللي جوه البورصه. يعني لما تبقى هل البلد تعرف ان في اكتتاب عام موجود في مصر اسمه ماكرو جروب والسعر بتاعه كان 6 جنيه ونزل ل 4 جنيه 85؟ يعني القصه دي حد يعرفها؟ ما حدش يعرف. ده حقيقي على فكره. ده عشان حجم الطرح نفسه. أيوة طبعا. صغير، فيعني ما فيش البروباجندا الكبيره المعموله حواليه ولا دي حقيقه؟ ولا طبعا لا، هو طبعا ده سبب، ولكن احنا ليه طرح متواضع يعني؟ ليه هو مش متواضع؟ طبعا طرح يعتبر كبير، بس بالمقارنه باي فاينانس يبقى صغير قوي. فاهم قصدي؟ فاحنا بنتكلم ان احنا السوق محتاج لطروحات علشان يبقى عندنا راس مال سوقي محترم يقدر يجذب لنا رؤوس اموال اجنبيه، يقدر يجذب لنا استثمار غير مباشر في السوق المصري، يقدر وده حصل على فكره في اي فاينانس. يعني حصل ان في مستثمرين اجانب دخلوا في هذا الكتاب بغض النظر عن توقيت البيع اللي هم باعوا عليه. الحاجه الثالثه هو ان سيوله السوق نفسها، احنا كان عندنا مجموعه كبيره من الافراد كان بيشتغلوا على مجموعه الشركات الاي جي اكس 70 بغض النظر عن القوانين اللي عليها تلاعب او غير تلاعب. انما في الحقيقه
ناس كتير جدا حققت خسائر ضخمه جدا الفتره اللي فاتت، فبالتالي خلاص يعني، والاسهم اللي كانوا بيشتغلوا عليها دي نزلت لمعدلات كبيره، واعتقد ان ده الخسائر دي قللت نسبه كبيره من السيوله. فدول الثلاث محاور الاساسيين: اقتصاد الدوله والخاص بالطروحات القائمه، والحاجه الثالثه اللي هي الخسائر الكتيره اللي حققوها السوق المصري الفتره اللي فاتت، وخصوصا في فئه الافراد المصريين، اثرت كتير جدا على السيوله اللي موجوده في السوق المصري. والاجانب طبعا تخرجوا كتير من الاجانب، تخرج في الاجانب الفتره اللي فاتت يعني، ده من كوفيد 19 من اول 2019، وهم صافي بيع اجانب خلال شهور السنه كلها، باستثناء بشهر يناير كانوا بيشتروا في اول السنه، وبعد كده خلاص ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. طيب خلينا نتكلم عن مجموعه من القرارات كانت اتخذها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعني للنهوض بسوق راس المال. بنتكلم عن اهميه تقديم حصمه محفزات لدعم سوق الاوراق الماليه وتحسين بيئه الاستثمار والاعمال، ووجه بتخفيض مصاريف التداول الخاصه بالبورصه. ليه ما كانش في اي يعني اثر لهذا القرار؟ القرار يعني ده مش جديد، أو أثر القرار هو مش ده جديد، القرار مش ده جديد كان مع من 10 الضريبه. ايام لا لا لا، أو ده من من قبل اسبوع. كده كمان، ده مع الضريبه كان قرروا ان هم يخفضوا المصروفات الخاصه بالهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه يعني اللي هي السياديه يعني، وخفضوا كمان، وطبعا مع الغاء ضريبه الدمغه، مع وجود ضريبه الارباح الراسماليه. لا، القرار ده يعتبر قرار موجود بقاله فتره، واحنا كنا قلنا ساعتها انها بس ما كانش فيه ردة فعل قوية من لانها ما السوق كانتش محفزات. احنا قلنا مش الكلام من ده، لا المحفزات دي مش اللي مطلوبة محفزات، او اللي السوق لا بينتظرها احنا يعني. الضريبه طلعت معيبه، وبالتالي هم عملوا مجموعه من القرارات اللي تخلي الضريبه دي تنفع توازن تطبق شوية. بهذه الطريقه، انما هو دي مش محفزات. محفزات السوق لو احنا خلينا نبص على البورصات العربية مثلا، عملوا محفزات. من وجهة نظر حضرتك، لو اتكلمنا عن محفزات اللي بيطلبها السوق دلوقتي او بينتظرها السوق دلوقتي، ممكن نقول ايه غير الثقة في ما هو البداية؟ الثقة ما بتجيش غير بانهم يشوفوا السوق طالع. طب احنا عايزين بس ان رأس المال جبان، لا يمكن رأس المال حد يخش يشتري في سوق المال المصري الا لما يكون عارف ان هو هيكسب، والا هيحط الفلوس ليه؟ اللي هيكسب اكتر من البنك. طب هو البنك بيديله قليل؟ لا، البنك بيديله كويس، ايه اللي يخليني اخد ريسك؟ خلاص يبقى عندنا واحد معدل الفائده لازم منخفض. هل في ظل الظروف الحاليه بمعدل الفائده، سوري، معدل التضخم اللي موجود في مصر وفي العالم كله نقدر ننزل؟ احنا كان عندنا بالنسبه لنا مفاجاه الفتره اللي فاتت، وده سر طلوع السوق الثلاث ايام اللي فاتوا قبل انخفاضه النهارده، هو ان هو تثبيت سعر الفائده، تثبيت سعر الفائده. والكونفدرال الامريكي برضو ثبت. لا بس في توقعات بزياده بالنسبه للفدرالي انا مش الامريكي، معترض، لان وفي طبعا مصر الانفليشن ريت عندهم الاثنين توقعات بالزياده، ولكن احنا بنتكلم على القرار الحالي ادى الى صعود السوق تثبيت لمده ثلاث السعر. ايام، وبعد كده هو ابتدى ينزل تاني النهارده. فاول حاجه سعر الفائده عالي جدا، نمره اتنين لازم يكون في طروحات بحجم، مش عايز اقول ارامكو مثلا يعني، ده مثال. السوق السعودي النهارده بينفذ احجام تداول ضخمه جدا، في وعد ايضا بطرح محطات الطاقه اللي سيمنز. زي سيمنز بالظبط، دي اكيد هتبقى طروحات عملاقه يعني. لو اتكلمنا عن محطه زي محطه بني سويف للطاقه الشمسيه، او اسوان بن باء يعني، ففي بصي هو في طبعا طروحات عملاقه. قطاع الطاقه قطاع واعد جدا، وفي مصر محطه بن يمكن بان في اسوان، في مصر يمكن الفتره الاخيره حصل طفرات غير عاديه في هذا القطاع، يعني خاصه يكفينا فخرا ان احنا كان عندنا شورتج كبير جدا في الطاقه، احنا عندنا النهارده بقينا نقدر نصدر الطاقه الفائضه عندنا، ده بالاضافه ان احنا بقينا نتجه كمان للطاقه النظيفه، وده موضوع يعني شرفنا بيه كدوله، وبنصدر مصر كمان. وصلت بالفعل انها بقت مركز اقليمي لوجستي لتصدير الطاقه بالفعل، مظبوط، ويعني الدول الاوروبيه يعني تتناقش في هذا الاطار مع مصر لتصدير الطاقه ليها بدلا من روسيا طبعا في هذه الازمه يعني. مظبوط مظبوط، فوصلنا لمركز فعلا. صحيح صحيح. الحاجه طفره كبيره. الثانيه غير قطاع الطاقه، احنا عندنا مشكله حقيقيه في القطاعات الاخرى غير قطاع الطاقه، قطاع العقارات وارتفاع اسعار الاسمنت وحديد التسليح، ده برضو بيعمل نوع من انواع التباطؤ في هذا طب القطاع. نقطه اخيره، وفي اتفضل. نقطه اخيره، لا في المحفزات اللي حضرتك بتتكلم عليها غير المحفزات. المحفزات احنا قلنا سعر الفائده، وقلنا كتابات تكون عملاقه وتكون بايد الدوله، ومعدل الفائده، وتدخل مؤسسات الدوله في التشريعات وفي
يعني كقوة شرائية تخش تحاول تسند حرية الأسهم في العرض السوق. والطلب؟ حرية العرض والطلب دي موجودة يعني ولازم تكون موجودة، ومش المفترض ان احنا نقول انها مش موجودة بغض النظر عن اللي احنا يعني مقتنعين بيه ان فعلا في تدخلات كبيرة من الهيئة العامة للأرقام المالية. ولكن خلينا نترك ده جانبا ونقول بس عندنا مشكلة في ان الدولة تتدخل بزيادة الطلب في السوق، خصوصا في مستويات الأسعار اللي احنا موجودين فيها. ان شاء الله احنا دايما بنتكلم عن المحفزات، واكيد هيجي يوم هنلاقي المحفزات دي موجوده في السوق، وفي خلال 2022 كلنا تفاؤل لان ان شاء الله انا هتكون متوقع انطلاقه كده ان شاء ايضا الله باذن للبورصه الله. المصريه زي الطفره اللي بتحصل في كل يعني في المشروعات وفي كل الانظمه وفي المجالات بعد الموجوده في انتهاء مصر شهر ان فبراير، شاء الله. اوعد حضرتك ان ان في شاء خلال الله شهر مارس ابريل مايو لغايه شهر 6 ان شاء الله السوق المصري هيكون في صعود ان جيد شاء الله جدا، وخصوصا في اي جي اكس 30 و70 باذن ان الله. شاء الله ان شاء بنتمنى ده، الله وصوتنا مع صوت حضرتك باذن دكتور الله ماجد ان شاء فتوح الله. خبير اسواق المال. نشكر حضرتك جدا، كتر كل خير. الشكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه. ابقوا دائما اصحاء وابقوا دائما معنا النيل الاقرب اليك. تحياتي.